أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. يعني طوال هذه الفترة منذ تشكيل آخر حكومة، ما يسمى بحكومة، حكومة حمد الشياع السوداني، إذا ما تحدث أحد في وسائل الإعلام أو كتب مقالة أو تحدث في الشارع عن أن هذه الحكومة يعني تشبه باقي الحكومات التي شكلت منذ عام 2003 لحد الآن، لا تختلف عنها، هي من نفس الأحزاب، نفس القوى، نفس التوجهات، نفس الرؤى، نفس الإطار حاكمها، وهي لن تضيف شيئا للعراق، والعراق ذاهب إلى قعر الهاوية، وهؤلاء مجموعة من الفاسدين الذين يعني يمثلون كل القوى التي أفسدت وخربت ودمرت العراق. إذا ما قال أحد أو كتب أحد أو صرح أحد بهذا يخرجون عليه ويقولون لا، أنت لا تفهم، أنت مغرض، أنت كذا كذا، هذه مستقلة، هذه ما حد يتدخل بها، هذه كذا. زعيم ميليشيا العصائب تحدث في لقاء، طبعا هو واحد من قيادات التنسيقية، الإطار التنسيقي الذي رشح حمد الشياع السوداني والذي يسنده. تحدث زعيم ميليشيا العصائب في لقاء عرض له في أحد الفضائيات قبل أيام، قال جملة من النقاط، لكن ما قاله يثبت أنه هذا الكلام اللي يقوله الشعب، يقوله الناس الواعية واللي تنظر للأمور بشكل واضح ومحتاج لها، يعني هي مو لغة رتمات، هي مو صعبة، واضحة جدا. ومثل ما يقال، قل لي من أنت وأقول لك ما، يعني ما الذي ستفعله، وهذا واقع الحال. المهم تحدث ببعض النقاط، سنتحدث بكثير النقاط، لكن ما يهمنا. قال انه عمل رئيس الوزراء الحالي حمد الشياع السوداني ليس عشوائيا، بل وفق رؤية متفق عليها. متفق عليها مع من؟ اذا هذه علينا، وهذه متفق عليها، خلي جواها مليون خط، متفق عليها. اذا هذا الرجل من اتفق معه عليها؟ هو الاطار التنسيقي الذي جابه ورشحه. فأن تأتي بهذا الرجل، إذا أنت متفق وياه على رؤية معينة وإطار معين عليه أن ينفذه. هذه هي الميليشيات الحاكمة اللي العراق يأنوا منها، واللي قتلت المتظاهرين، اللي ولاءها لإيران، ويعني تتبجح بولاءها لإيران، واللي يعني أشاعة المخدرات وأشاعة القتل وأشاعة الذبح وأشاعة مصيبة وأشاعة الطائفية وخطابها الطائفي، هذه تقول وفق رؤية متفق عليها، ويقولها زعيم العصائب اللي هو واحد من قيادات الإطار التنسيقي. إذن رئيس الوزراء الحالي والحكومة الحالية لم تأتي إلا من رحم هذه الميليشيات، وهذا ما يقول الشعب ويقول كل واعي كل واحد. إذن هو وحكومته رهن إشارة الإطار التنسيقي الذي هو يعني رشحه، وهو واجه الميليشيات، وهذه الميليشيات مملوكة بإرادتها وبسلاحها وبمهامها لإيران. إذن من رشح هذه الحكومة ومن نصبها؟ أليست إيران؟ أين الاستقلال في ذلك؟ وأين ما يمكن أن يسمى بإصلاح وحفاظا على السيادة والاستقلال ومحاربة الفساد؟ وإيران هدف الأساسي من كل اللي دعنا من الحديث إسلام وما يتحدثون بهذه الطريقة، وإحنا مع سيادة العراق واستقلال العراق هذه كذبة كبيرة، ما لهم علاقة بهذه القضية. هم يقولون نتعامل مع الشيطان في خدمة مصالحنا، قالها خميني ويقولونها جميعهم، هذا واقع الحال، ومصالحهم اللي تحكمهم، هذه قضيتهم لا نتدخل بها، وهم من حقهم، هم دولة يقولون مصالحنا احنا نريد نحققها حتى لو تعاوننا مع الشيطان، هذه سياستهم. لكن ماذا عنا احنا بالعراق؟ لماذا نرهن ارادتنا للاجنبي؟ لماذا نرهن ارادتنا لايران؟ هذا الحديث، هذا ما له علاقه لا بشيعي ولا بسني ولا بمذهب ولا بجعفري ولا بغير جعفري ولا، هذا له علاقه بانه انت بلد وانت شعب وعندك ثرواتك وعندك حقوقك وعندك حياتك يجب ان تحافظ عليها. انت مو ايران. إيران المحافظات مالتها مدنها ثائرة على الـ على الـ على الـ على الحكم، وتظاهرات وقتل وذبح وسحل، احنا شنو علاقتنا؟
ما احنا ضيمنا هذا الضيم اللي احنا بيه. وبالتالي ايران من تحدد لنا شكل الحكومه ومن هو رئيس الوزراء ومن هي الحكومه وكيف وما هي مهامها وماذا تفعل وماذا تقول. هذا واقع الحال عندما يقول وفق رؤيه متفق عليها. هذا تفسيرها. قال ايضا زعيم العصائب ميليشيا العصائب، قال ايضا حصر السلاح المنفلت قرار دوله. الله اكبر. ليش؟ هو من عنده سلاح؟ هو الشعب عنده سلاح. عصابات وميليشيات وانتم زعماءها، انتم الذين عندكم السلاح، انتم عندكم مخازن السلاح. وعندما يعني صارت بيناتكم وبين الامريكان مشكله وقامت ممكن اكو اخبار قد تؤدي الى ايران امريكا تقوم بقصف بعض مقراتكم، نقلتوا الاسلحه في بيوت يعني في المناطق الاهله للسكان وضعتوا مخازن الاسلحه. وهي مشاكل، وكثير من مخازن الاسلحه فجرت في وسط الناس وقتلت ناس، وانتم من تستخدمون هذا السلاح لارهاب الشعب وقتله وذبحه. هذا واقع الحال. فبالتالي لا يمكن قبول هذه القضيه. هذه يعني قضيه يعني منتهيه، لا يمكن قبولها ابدا ابدا ولا يمكن الموافقه عليها. فبالتالي حصر السلاح بيد الدوله هذه يعني محاوله للضحك على الناس، يضحك على نفسك، لا يضحكون على الناس، لا يضحكون على انفسهم حقيقه، مو على الناس، لا يمكن ان يخدعوا الناس، لانه لا يمكن قبول هذا الموضوع. حصر السلاح هو السلاح بيد من منفلت؟ هو السلاح مشاع لمن؟ مشاع لكم، وانتم تحمون من يحمل السلاح، وانتم من تعطون السلاح تاجرون بالسلاح. وبالتالي هذه يعني قضيه يعني لا يمكن قبولها، الحديث عنها حديث معيب. قال ايضا ان فصائل المقاومه بين هلالين، طبعا هو يتحدث عنهم لانها ميليشيات ليس لها علاقه لا بالمقاومه ابدا، هو من قاومت ولمن قاومت، وهي مرهونه بارادتها وسلاحها وتوجهاتها وعملياتها لايران. لمن تقاوم هذه الفصائل؟ قال لا تستهدف هذه، نحن لا نستهدف، نرفض بشكل صريح استهداف البعثات الدبلوماسيه في العراق. الله اكبر. ليش هو منستهدف البعثات الدبلوماسيه؟ منو كان يقصف المنطقه الخضراء اللي بها البعثات الدبلوماسيه؟ والشعب كان يقصفها بالهاونات والصواريخ والمسيرات، واللي ضرب حتى رئيس الوزراء السابق بالمسيرات منو؟ من خلي يقولون يعني هذه التمثيليه لا تنتهي، الا يستحون منها؟ الا يستحون من حديث بهذا الشكل؟ هو من اللي يقصفها؟ يعني المصريين يقولون مثل، يعني يقولون مثل يقتل القتيل ويمشي بجنازته. يعني هم يقتلون ويبكون على القتل، غير مقبولة. وهذه يعني ممكن أن تعبر أو ممكن أن يقبلها السذج، لكن الشعب العراق مو ساذج. إذا كانوا يعتقدون أن الشعب العراق ساذج فهم على وهم كبير. مع الأسف الشديد الشعب العراق شعب ذكي وشعب لماح وشعب حقيقي. نعم طيب، وهي الطيبة مو سبة، لا، هذه واحدة من نقاط قوته. أما أنت تستغلون شعب طيب تصورون أنه تضحكون عليه، لا، ما تقدرون تضحكون عليه. هو يعد لثورته وثورته قادمة، مهما طال الزمن ستأتي ثورته وسترون منها العجب. مع الأسف الشديد يعني ضيعته من عمر 20 سنة بالقهر والقتل والدماء والسرقات والنهب والسلاح المنفلت والتهديد والابتزاز والكذب والادعاءات ورهن سيادته واستقلاله وثرواته وحاضره ومستقبله ومستقبل أولاده، وحاضر ومستقبل أولاده وأبنائه رهنتوها للغير ودمرتوا البلد بهذه الطريقة. مع الأسف الشديد يعني كل الكلام الذي يقال يعني في انتقاد هؤلاء الذين يحكمون العراق لا يوفيهم حقهم حقيقة، أقل من ما هم يفعلونه، لأن الذي فعل في العراق منذ 20 سنة يعني خلال هذه 20 سنة شيء لا يمكن تصوره. يعني إذا ما فرش على منضده ونظر إلى البعض سيبكي دما على ما فعلوه في العراق. فعلوا أسوأ الأفعال حقيقة، والعراق من سيء إلى أسوأ
بإرادتهم وبفعلهم وبتدبيرهم مع الأسف الشديد. فبالتالي الأحاديث عن سيادة وعن استقلال وعن حكومة جديدة وعن إصلاح كذبة كبيرة لا يمكن قبولها والشعب يعرفها. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى، لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.